مكونات وصفتنا لهذا اليوم: 500 غرام لحم بقر، ملعقة بهارات كباب أو بهارات مشكلة، ملعقة شطة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة زبدة، كوب بقدونس، بصلة متوسطة الحجم. نضع اللحم في إناء كبير، البصل، البقدونس، الشطة، الزبدة، الفلفل الأسود، الملح، البهارات. ثم نمزج جميع المكونات لمدة دقيقة واحدة أو دقيقتين. وهنا أصبحت لدينا عجينة الكباب جاهزة. بعدها نثبت عجينة الكباب على السيخ، هنا أصبحت لدينا أسياخ الكباب جاهزة للشوي. وهنا نثبت الطماطم على السيخ، وهذا شيء اختياري. والبصل أيضا. هنا نضع أسياخ الكباب على الفحم. والطماطم والبصل أيضا. نقلب أسياخ الكباب بشكل مستمر. هنا أصبحت لدينا أسياخ الكباب ناضجة وجاهزة للتقديم.